فؤاد. نعم. جيب لي السلعة من يمك. شباب كمل الغرفة بسرعة قبل لا يجي الحجي وتهرب الحجي، قوم صيف وطردنا. كريم والله مدينا من هالشغل هذا وتعبنا، شنو هالذلة هاي؟ اي والله كراذلة وتعب وما نقدر بعد، بس شو سوينا نروح؟ تدري العيشة بالعراق صعبة، واحنا خريجين وقاعدين من الشغل وعمل ماكو، تدري الوضع التناقل كله. الله كريم الله كريم الله كريم. كمل شغلك كمل شغلك. ايش قاعد تسوون؟ انتم قاعد تسخنون؟ انتم وجوهكم وجه نعمه. تشتغلون عادي لا اسهل تركم لنا. حجي من الصبح لسه قاعد نشتغل وحتى غدا ما تغدينا، صبغنا ورتبنا وهاي الغراض كلها طلعناها يا حجي. اشتغل عادي لا اسهل والله من حضرتكم. مش تجيب الكرسي. صار حجي تمام. مش بسرعه. يلا. وساعدك ان شاء الله. شلون ان شاء الله ما تعبان؟ لا الحمد لله والشكر، هذا علاجك جبته. الحمد لله والشكر، اريد ربي يوفقك. بشرني شلون الحج وياك؟ انا ادري بخوز الماء وحباب وما ياكل حق احد. لا لا ابوي الحمد لله والشكر، مخلينا مرتاحين. الحمد لله والشكر، والله ابوي انا همد ايلك بالموفقيه والخير. وليه كرار؟ تعال افتح الباب بسرعه. اول شيء انا مو خادم عندكم افتح الباب، فهمت لو لا؟ انا جاي هنا اشتغل بيومتي وبكرامتي. خلت فيدك كرامتك، يلا بعد مالك شغل يا امي، يلا توكل بالله. هو انا هم ما راح اشتغل وياكم بعد، بس حلل خبزتك. ها كريم شلونك؟ شلونك شو اخبارك؟ الله يسلمك. والله الحمد لله، انت شلونك؟ سلمك بخير الحمد لله. كراش بعد ما بيت ما شفناك، وين ما وين؟ والله كريم تريد الصديق، لقيت لي رجال ابو مطعم خوش رجال وشغلنا وياه والحمد لله والشكر. كرامته موجوده ويوميته موجوده ومرتاح. انت وين ما وين؟ والله كرار تريد الصديق الدنيا ما تدوم. خير شكو؟ طلع ابن الحجي يشتري مخدرات بفلوس ابوه. أوه. ايه ولقوا مخدرات بالمخزن مال ابوه. ايه وهسه الحجي وابنه بالسجين. هذا ما يخاف ربه ويظلم عباده، الله يفرجها عليهم. انت بشرنا تشتغل قاعد؟ لا والله كرار قاعد، وين الشغل ماكو. لا عاد امشي وياي لابو المطعم وخلنا قل عليك وان شاء الله يشغلك. الله والله بك على الله.